في إطار ممارسة ومراقبة الأنشطة التجارية عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، عاينت وحدات المجموعة التابعة للكتيبة الإقليمية بثنية على مستوى الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين بلدية سوق الحد وبلدية ثنية شاحنة نوع سوكون قادمة من مدينة تيزي وزو متجهة إلى مدينة سطيف على متنها 497 علبة زجاجية بوزن 720 مللتر من مادة العسل بقيمة مالية تقدر ب 20 مليون و 4500 سنتيم، بالإضافة إلى 19 صفيحة شهد النحل. هذه الأخيرة يتم تقطيعها ووضعها داخل الزجاجات لإيهام المستهلك على أنه عسل حر. وبعد مراقبة الوثائق الإدارية والتحقيق مع سائق الشاحنة تبين أنه لا يملك بطاقة فلاح والسجل التجاري، وللتأكد من صحة المنتوج تم الاستعانة بأعوان مديرية التجارة لولاية بومرداس، مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك. وأثناء مراقبتهم للسلعة اتضح أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، حين تم رفع المخالفات التالية: جنحة محاولة خداع المستهلك، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج، جنحة ممارسة نشاط غير قار دون القيد في السجل التجاري. وعليه تم حجز السلع السريفة الذكر، وبالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية بومرداس تم إتلافها في المكان المناسب وإعداد ملف قضائي في هذا الشأن وإرساله إلى الجهات